So we'll do a mixture, kind of. So the faculty, they were used to do it in English, and we were told, actually, by the organizers to do it in English. However, the PowerPoint presentation will be in English, and then we'll try to speak in Arabic as well, okay? تكلموا بالعربي أيضا. طيب مرحبا بكم، الله يستر عاد. أنا 20 سنة في كندا فمضيعين اللغة. طيب فمرحبا بكم في ورشة الطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد، ثورة في الرعاية الصحية. الورشة هذه إن شاء الله نقسمها لقسمين بعد التعريف بالورشة وبالمتحدثين. إن شاء الله تكون الجزء الأول من محاضرتين، محاضرة يلقيها الأستاذ أحمد نوبة فيزيائي طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ونشط في طباعة ثلاثية الأبعاد حقيقة، هو من أول من بدأ برنامج الثلاثية طباعة ثلاثية الأبعاد في المستشفى التخصصي. طيب ولمدة 20 دقيقة إن شاء الله. ثم المحاضرة الثانية حتكون من الدكتور وليد الثبيتي. دكتور وليد الثبيتي استشاري أشعة ومتخصص في الـ 3D printing أيضا في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأتى حقيقة من مركز مشهور جدا جدا، من يعتبر من أهم المراكز في العالم، من أوتاوا في كندا، وكان عنده بعض ورش العمل اللي أقامها وأشرف عليها في بعض المؤتمرات العلمية المشهورة مثل الـ RSNA اللي بعضكم كثير منكم يعرفه، اللي هو يعتبر أكبر مؤتمر طبي تقريبا في العالم كله. طيب حضروه 70,000 واحد في شيكاغو، دائما هناك مكان واحد فقط يستطيع يعملوه فيه اللي هو في شيكاغو. طيب فجاي فريش ما شاء الله من كندا. طيب الحقيقة احنا الورشة هذه طبعا هي ساعة ونص فقط، وللأسف هي الورشة اللي بدون مقابل أحيانا كما لاحظنا، لأن الناس كثيرة تريد تحضر الورشة ومنعوهم من الحضور باعتبار قفلوا على 40 واحد، لأنه بالإضافة للمحاضرات حيكون عندنا قسم عملي اللي هو شو أنتل. أحضرنا برينتر، أحمد أحضر برينتر ديسكتوب، برينتر صغير حتى يوريكم كيف طريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعندنا بعض السامبلز أو مودلز اللي طبعناها من قبل حتى تشوفونها فطلبنا منهم يعملوا العدد لـ40 فقط، لكن لأنه الناس الباين بدون دفع وغيره في للأسف الشديد يدفع ويمنع غيره من الحضور، فالحمد لله البركة في الموجودين إن شاء الله. وآخر ما أقوله أنه عندنا إن شاء الله حيكون في ووركشوب تفصيلي أكثر بكثير في 11 فبراير إن شاء الله في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. أنا جبت الفلايرز، ممكن تأخذوا بعض النسخ منه، في تقريبا 16 ورشة عمل، منها أحد الورش اللي هو ميديكال 3D برينتينج، فحتكون تفصيلية وفيها زيارة لمين برينتر وقص على ذلك زي ما يقولوا، حتكون فيها فائدة كثيرة إن شاء الله في فبراير. طيب مع بذلك نبدأ إن شاء الله المحاضرة الأولى بالأستاذ أحمد نوبة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، العافية إن شاء الله. يعني إحنا سعيدين أن نكون موجودين بصراحة في مؤتمر أسبار حتى to introduce ونقدم اللي هو الدورة تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي، وهي فعلا ثورة في هذا المجال. والجيد أنه في السعودية ما شاء الله في مستشفيات اوريدي بدت تفكر، وفي مستشفيات اوريدي بتنفذ هذه التطبيقات. طبعا شوي شوي ان شاء الله الجميع بتنتشر هاي التقنيه في معظم المستشفيات، ونستطيع وقتها نقدم اللي هو البيرسوناليزد ميديسن ذات از ذا فيوتشر اوف ميديسن. في البرزنتيشن انا راح اقدم جاست انترودكتوري تو ذا 3D برينتينج. وطبعا من الصعب انه تحصر كل المجالات اللي موجوده فيها فقط في 20 minutes، فسامحوني على الاختصار في بعض الاشياء. وان شاء الله اذا اي في حد عند اذا حد في عنده اي اسئله let me know، اما during the presentation او during the question and answers او during the hands on workshop. ففي البدايه لما نسمع احنا الطباعه على طول بخطر في بالنا 2D اللي هي الطابعه الورقيه العاديه، وهي مبدأها أنه تكتب شغلة مثلا في الوورد، بعد ذلك عن طريق الجيتينج الـ HP برينتر أو إيش ما يكون تتحول لورقة فيها شغلات مطبوعة. أوكي، فهذا is a 2D version of it. فنفس الفكرة بس بتكنولوجيا مختلفة، ممكن نعمل
بدل ما تكون ورقة layers أكثر من ورقة. فهذه اللي هو طباعة ثلاثية الأبعاد. نبدأ في البداية بيكون في عنا موديل، هذا هو الموديل. الموديل الآن نشوف إيش هي طرق الحصول على هذا الموديل. بعد ما يكون عنا الموديل نحتاج طابعة، بدل ما هي تكون طابعة ثنائية الأبعاد تكون عنا طابعة ثلاثية الأبعاد، وهذا من نفس الطابعة اللي جبناها. واعذرونا كمان إحنا ما قدرنا نجيب الطابعات الغالية لأنه just for show and tell وحجمها نوعا ما كبير هذيك تكون. فجست فور ذا بروف اوف كونسبت بس عشان نورجيكم كيف الطابعه ممكن تشتغل. وهذا المبدا طبعا one of the technologies، في تقنيات اخرى تستخدم. طبعا هذا الموديل ذات وي برينتد موجود حاليا عندنا كذلك ممكن تشوفوه. الان ال 3D printing او لها اسم اخر هو الاديتيف مانيفاكتشرينج. باختصار التعريف تاعه هو بيكون عندنا ديجيتال موديل، نموذج رقمي، هذا النموذج الرقمي بيتم تحويله ل physical object، لنموذج حسي نقدر احنا نشوفه. طبعا ايش هذا النموذج اللي احنا ممكن نشوفه او ممكن نطبعه، ايش يعني قد يكون ماذا؟ قد يكون عمارة. وانا سمعت كذا ترى في الوقت الحالي في غرب الرياض، غرب مطار الرياض، الان في بامكانكم تشوفوا طباعة ثلاثية الابعاد لمنزل. ففي من الساعة 2 للساعة 5 تقدروا تروحوا تشوفوا لغاية أتوقع تاريخ 8 نوفمبر. اللي بده يروح بيقدر يشوف بعينه طباعة منازل في غرب الرياض. إذا بدك بشاركك ببعث لك واتساب الصورة بإذن الله. فهذا بورجيكم إنه كيف التكنولوجيا التقنية بدأت تدخل في كافة مجالات الحياة. في أيضا ممكن يكون بايو، we can use it as tissue engineering برضو. فأيضا ممكن تستخدم بدل ما تكون بلاستيك نستخدمها as cells. فبرضه بايو برينتينج هذا برضه مجال جديد في طباعة ثلاثية الأبعاد. ممكن طبعا يتم تصنيع شغلات متقدمة جدا للسبيس شيبس والسيارات. وجوجل أتوقع طبعت فول 3D printed car من الألف إلى الياء وتمشي بسرعة تقريبا 60 كيلومتر في الساعة. يعني هذا بورجيكم كيف أنه الإنجاز الـ 3D printing بدأت تدخل في كافة مجالات الحياة. وبرضه ممكن يتم استخدامها في التعليم، ممكن استخدامها كوسيلة في الطب، وأيضا ممكن استخدامها للشوكولاتس، ممكن تعملوا كيك فيها، ممكن تعملوا بيتزاز، ممكن تعملوا أشياء يعني تجاوزت الواحد ممكن يتوقع. وكذلك طبعا ممكن استخدامها في الملابس، في بدوا يستخدموها أيضا للملابس to dress something with 3D printed، وبرضه للمجوهرات. الآن as process بمجرد ما كان عندنا الـ actual model، هذا الـ actual model لازم يتم تحويله لصيغة الـ STL file. الـ STL file هذه هي الصيغة اللي كل الـ printers بيتعاملوا معها. فلذلك احنا بحاجة لنحول أي model عندنا لـ STL file. الآن بعد ما يصير عندنا الـ STL file بيتم استخدام another kind of softwares، برامج ثانية، حتى يتم تقطيع هذا الموديل. بدل ما هو يكون ثلاثي الأبعاد يحولوه لطبقات ثنائية الأبعاد ويبدأ يبني فوقها. وراح تشوف إن شاء الله في الوركشوب كيف يصير الموضوع. وبعد ذلك طبعا نبدأ في الموضوع. أول خطوتين هو الـ actual model والـ STL model. هذا في سوفتوير اسمها CAD اللي هو Computer Aided Design. هذا إما أنت بتصمم structure from the beginning أو أنه ممكن يكون عندك model مثلا وأنت تحوله لـ STL file. الخطوتين الثانيات اللي هو to slice and to prepare it for 3D printing، هذا نستخدم CAM softwares اللي هو للتجهيز للطباعة. الآن 3D printing process ثلاث أسئلة بسيطة جدا. How to create a model، فهذا السؤال الأول، كيف احنا بدنا ننشئ هذا الموديل. السؤال الثاني How to prepare it to be printed. فالآن إذا أول شيء بدنا نصمم موديل، بعدين نجهزه للطباعة، بعدين نطبعه. إيش التقنيات المختلفة للطباعة؟ فلو بدأنا بالسؤال الأول اللي هو how to create an actual model، في عنا 3 major methods to do it. أول شيء to design it from scratch. لما يكون واحد تخصصه engineer مثلا وبده يعمل prototyping لإشي محدد مثلا، هو خاطر في باله فكرة معينة بيبدأ يصمم كيف شكل القطعة اللي هو بده إياها، وبيبدأ يطبق مثلا فيها softwares معينة حتى يقيس قوتها، يقيس حرارتها وهكذا. فهذه الأمور كيف تحملها للظروف اللي هو بده إياها للتطبيق، فهي design from scratch so you can use CAD software. الآن the second way is to do 3D scanner. أنتوا أظن كلكم سامعين عن موضوع 3D scanners، ممكن الواحد to scan himself from
from head لغاية الرجلين. You can scan 3D scan و you can scan anything you can have. حتى بالموبايلات حاليا في تطبيقات ممكن تستخدم الموبايل, فالموبايل بعدها هيك to convert it to STL format. والصورة الثالثة اللي هي segment using DICOM, وأكيد دكتور وليد إن شاء الله راح يحكي عنها بالتفصيل when it comes to كيف بيتم تحويل DICOM image للمريض إلى model, وهذا الموديل بيتم طباعته بعد ذلك. فهذول الطرق الثلاثة, وفي طرق أكيد مختلفة لكن هذه الميجر وانز هم اللي عن طريقهم نقدر إحنا نعمل ديزاين لديجيتال موديل. الآن الخطوة الثانية اللي how to prepare it for 3D printing. الآن إحنا جهزنا هذا الموديل, بعد ما جهزنا هذا الموديل الخطوة الأولى هي نعمل له إيش, تقطيع أو اللي هو slicing. فهذا slicing is very important لأنه بالطباعة بتبدأ slice, بعدين بتطبع الطبقة الثانية وبتطبع والثالثة بتطبع, بعدين بصير عندكم شكل خارجي. فبالتالي أول شيء إنه عملية slicing لهذا الأوبجكت. الشغلة الثانية هي بعد ما ينعمل slicing الآن في الكام software رايح تحول ال 2D models هاي into a 3D movement عن طريق الايش اللي هو الكام سوفتوير. ف this is في there's something called G code. هذا الجي كود is so crucial لانه it's printer dependent, it's printer specific. فبالتالي كل طابعه بتعتمد على, احنا لازم نعرف ايش البارامترز تاعت الطابعه, ايش السرعه تاعت الطابعه, ايش اللايرز تاعت الطابعه. بمجرد ما استخدمنا السوفت وير الكام تاعت الطابعه هذه بيتم تحويل ال 2D slices into a 3D movement حتى يتم تنفيذها. وهذا مثال على الجي كود. يعني اذا انتم شايفين في هون زي ما انتم شايفين G1X كم القيمه, Y كم القيمه, E كم القيمه, وهكذا. اوكي, فهذا بتورجي كل حركه, كل لاين عباره عن ستيب, كل لاين عباره عن ستيب. فلذلك طبعا بيكون طويل جدا لانه بنفذ كل الشغله لاين باي لاين. فطبعا السؤال الاول حكينا انه هاو تو كرييت ا 3 دي موديل, السؤال الثاني هاو تو بريبير ات, السؤال الثالث هاو از ات برينتد. ف ذير ار مور ذان 7 3 دي برينتينج تكنولوجي, في اكثر من 7 تقريبا تكنولوجيا للطباعه, وتخيلوا لسه بيتم اكتشاف جديد. يعني لأنه هذا حاليا بدأ الموضوع, فالطباعة الآن في ناس الآن بيستخدموا طرق جديدة في كيفية الطباعة. فمش مش مش بس فقط 7 تكنولوجي, يمكن within 1 year or 2 years راح تسمع أشياء ثانية. فأنا حصرت فقط three technologies, خلينا نحكي just to make it simple. فالأولى هي SLA, الثالثة هي الثانية هي SLS, الثالثة هي FDM. SLA هي بتستخدم simply a photosensitive resin, زي كأنه يعني جل أو بوليمر. هذا البوليمر بيكون حساس للضوء, فبالتالي إذا إحنا عندنا الموديل, الموديل اعتبره زي هذا الفيل مثلا. أوكي, فالموديل هذا بيبدأ من البد اللي هو القاعدة, وفي هنا جهاز دقيق جدا ليزر, دقيق جدا ليزر, وزي like it's a pen, يعني رأسه مدبب جدا دقيق جدا. فهذا وفي ميرور very very high quality mirror و it can be rotating in a very accurate way. فالليزر بيتم تحريكه بكل سلايس بحيث انه يضرب هذا الجل, وخصائص هذا الجل بيتم تحويله لايش, من جل لسوليد. وفي بعض الاشياء بتكون في بعض البرينترز تعمل زي الترا فايولت كيورينج حتى تقوي شوي البرينتد موديل. فبعد ذلك البد بدأ, مجرد ما يتم طباعة الأول البد بنزل شوي لتحت, وهكذا اللي بعده بنزل لتحت, بعدين بصير في عندكم 3D printed model. الآن الطريقة الثانية هي الـ SLS. الـ SLS هي تستخدم الباودر. أوكي, تستخدم الباودر. فالباودر simply هذا بيكون مليان باودر هذا المكان, بعدين بيجي الرولر هذا بنزل باودر على هاي المنطقة, بعدين بيجي ليزر برضو. الليزر هذا برضو بيتم توجيهه بطريقة معينة. أوكي, بس هاي التكنولوجي شوي مختلفة عن SLA. هذا بيستخدم باودر وهذاك بيستخدم بوليمر أو جل. فبيتم تسخين أو بتسخين الباودر هذا لدرجة أقل من الميلتينج بوينت, أقل من درجة الانصهار, وبصير مع الانصهار القليل هذا شو بصير, بصير أيضا فيوزد. فهذه بهذه الطريقة برضو لاير باي لاير, وكل ما يخلص لاير تيجي الكرة هذه بترد تمسح مرة ثانية حتى ترجع اللي هو الباودر وتبدأ من جديد.
التقنية الثالثة هي FDM Fused Deposition Modeling اللي هي موجودة عندنا في 3D Printer. هذه هي simply تستخدم بلاستيك فيلمنت, وهذا البلاستيك فيلمنت بيكون في عندها إكسترودر. هاي الإكسترودر في لها Hot End زي مكان ساخن, هذا البلاستيك بنزل بصير ساخن, بعدين بيبدأ يتحرك ب2D و3D ويبدأ Layer by Layer. أوكي يا الآن 3D printing materials this by itself a whole, يعني عالم قائم بذاته هذا 3D printing material, لأنه بيعتمد على الطباعة, بيعتمد على التكنولوجي, بيعتمد على الطابعة, بيعتمد على الشركة. في شركات تعمل material بس متخصص لهم. فال FDM مثلا mostly plastic طبعا, لكن في شغلات ثانية غير البلاستيك ممكن يعملوا بلاستيك ويدخلوا فيه خشب, يدخلوا فيه حديد, يدخلوا فيه كاربون فايبر وهكذا. فهذا عشان لانه البلاستيك از ذا ميجر ثينج, ولكن بحاولوا يعملوا شغلات ثانيه. ممكن كمان يكون البرينتد هو ريجيد, ممكن يكون فليكسبل, ممكن يكون طري, ممكن يكون يابس. وبرضه طبعا الالوان غير محدوده, ممكن تستخدم اي لون. الاس ال اي برينتر كذلك فوتو سنسيتيف ريزن زي بوليمرز, يعني حساس جدا للضوء. في اما بيستخدم الليزر بالتكنولوجي او ممكن ضوء في الدي ال بي. ممكن برضو يعمل flexible, ممكن يعمل rigid objects إما صلب وإما متحرك مرن. وطبعاً في برضو biocompatibility feature. الـ SLS printer materials it uses الباودر, وبرضو ممكن استخدام بيكون مرن وممكن يكون جامد, وبرضو في له biocompatible features. لكن طبعاً كل تكنولوجي كل كذا has its own advantages and disadvantages, حسب التطبيق الواحد بقرر أي تكنولوجي يشتري وأي أي 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 material يستخدم. وبرضو في metallic 3D printing ممكن الواحد يطبع بالجولد, بالستانلس ستيل, بالبلاتينوم, بالكوبر. وفي بالبايو برينتينج this really amazing, like you can use the actual cells to build, نفس الخلايا نفسها بتقدر تبني فيها. وايضا في شيء اسمه بايو انك. البايو انك هذا هو عباره عن زي كولاجين, سيليولوز, شغلات زيك, حتى تخلي جو مناسب للخليه, انه لما انت تبني وان باي وان تخلي الجو مناسب للخليه حتى انه تبدا تتكاثر بالطريقه اللي انت بدك اياها. وهذا هي اللي هو تيشو انجينيرينج, وهذا طبعا بوفر شغلات كثير فيما يتعلق بالدراسات التي اللي بيطبقوها على الحيوانات. ممكن انت تعمل تيشو انجينيرينج وتبدا تشوف الدراج كيف 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 فعاليته. لو 3D printing related research, عاده اذا اي واحد فيكم بده يسمع اي شيء او بده يعرف اي شيء, بروح عاده على بسموه الشيخ جوجل, صح؟ بنروح على جوجل. اوكي, فجوجل لما تيجي تروح على جوجل, انا عملت كويك سيرش جست فور يور انفورميشن. يعني لاحظت انا بوجود القائمة اللي وصلتنا الاتنديز, معظمهم في منهم ستودنت, في منهم ايدكيشن بيشتغلوا في المجال التعليمي. فلذلك لو كتبنا بس 3D printing في الجوجل بيطلع لنا 461 مليون ريزلت. فمما يعني انه هذا المجال صار موجود الان, يعني مش انه اشي جديد تلاقوا مثلا مليون ولا مليونين ولا شيء. الان ال 3D printing and AI, الان بديت انا ابدا اربط ال 3D printing مع الارتيفيشال انتليجنس, مع anything احنا بوجهة نظرنا مطلوب. الان صرنا نشوف مثلا الارتيفيشال انتليجنس رغم انه جديد, و 3D printing is also new. تقريبا بتحكي عن 60 مليون موقع بيحكي عن هذول الاثنين مع بعض, 3D printing مع artificial intelligence. الآن في 3D printing and education في 164 مليون موقع بيحكي عن هذا الموضوع. Medical 3D printing 138 مليون, 3D printing and food 260 مليون موقع. فهذا بورجيكم إنه طباعة ثلاثية الأبعاد ليست مستقبل, هي حاليا, هي موجودة الآن بيناتنا, وأي واحد ممكن يجيب كذلك لأولاده أو كذا طابعة ثلاثية الأبعاد في بيته. ولسه راح تستمر. الآن كأبليكيشنز, أنا الوقت نفذ يعني, بس كأبليكيشن يعني عشان احنا نتكلم عن medical 3D printing, it's a step towards personalized medicine, وهذا هو جدا شيء مهم. دكتور وليد إن شاء الله حكي عنه بالتفصيل, لكن الهدف الآن إنه أنت ما تصير تعالج المرضى كلهم بنفس القطعة مثلا, إذا احتاج شغلة في العلاج ولا الجراحة ولا كذا, لا, أنت تعمل شغلة مختصة لهذا المريض اعتمادا على الصورة اللي هو ماخذها. فهذا اسمه توجه personalized medicine, اللي هو توجه الطب تقريبا في السنوات القادمة. الآن the individual patient care, how it's improving it, it's a tool to improve patient understanding,
بتسهل كمان اللي هو عملية الكواليتي تاعت الهيلث كير اللي كان بيوز از بري سيرجيكال بلانينج سيميوليت كومبلكس ستيبس ان ادفانس. وبرضه في مجال اللي هو الراديو ثيرابي اللي هو مجالنا الان في الراديو ثيرابي هذا اكزامبل جدا جدا مهم واحنا موجود عندنا الان في العلاج الاشعاعي. احنا بنحتاج الأشعة لأنه التي تستخدم في العلاج الإشعاعي قوية جدا وعالية الطاقة إكس راي عالية الطاقة. فالآن إحنا لازم نتأكد إنه الأشعة هذه يتم إرسالها بدقة متناهية وبالقدر الكافي لقتل هذا الورم وحماية قدر المستطاع الأورغانز آت ريسك اللي هم حواليه. الآن حاليا تقريبا 99% من العالم كامل بيستخدم اللي هو السوليد ووتر فانتومز بسموه، هو عبارة عن ماء سلابس من الماء وبناخذ البلان اللي استخدمناها على السوليد ووتر سلابس وبنشوف النتيجة بنقارن اللي بالكمبيوتر على الدليفري. لكن هذه مش طريقة دقيقة في المقابل لأنه جسم الإنسان فيه عظم فيه هواء فيه أشياء ثانية بتختلف عن الماء. فالهدف إنه we 3D print a patient فإذا patient في عنده ورم بنطبع المنطقة اللي فيها الورم وبكون فيها ورم وبنحط فيها مثلا جل 3D دوزيمتري جل وبعد هيك بنشعع وبنشوف كم الدوز ان 3D. فبهاي الطريقة بنعرف بالضبط مش بس على الكمبيوتر كذلك نشوف كم المريض فعلا راح يوصله. وهي أمثلة على بعض الفانتومز موجودة عندنا. الآن conclusion 3D printing is a tool that can be used almost in all fields. فهي تخصص في الكل يعني موجود الآن. which printer to use أي printer أستخدم أي تكنولوجيا هذا بيعتمد على التطبيق أنت إيش التطبيق اللي محتاجه بالضبط. الآن as all other fields 3D printing also has some drawbacks ما في إشي كامل كل شيء فيه له برضه سلبيات بعضه اللي هو طباعة عالية طباعة وقت تاخد وقت طويل بس برضه في تكنولوجيز الآن بدأت تطلع بوقت سريع. لكن في برضه الكوست printer كل ما زاد الكواليتي المطلوبة كل ما زاد سعرها برضه. وبرضه الاكسبيرينس يو ريلي نيد ان اكسبيرينس بيبل تو ورك اون ات بس اتس ا جريت فيلد. الان ليتس توك ليتس ليرن مور اباوت الميديكال اسبيكت اوف 3D برينتينج. ودكتور وليد تفضل. ثانك يو فيري ماتش. اوكي السلام عليكم ورحمه الله. تفضل. عليكم السلام. هناك كلير مور انفورميشن اباوت اني ثينك عن اشياء معينه حتى نبغى نسال عن اشياء هندسيه في عمليه الطباعه مع في تقسيم اولي الدائره زي المثلث هذاك متقسمه تو دايمنشن من هذا قبيل تحط تو دايمنشن على انه هذا تخصصي. ما حاولت اني ايش اقدر امشي معاك تنتقل الى نقطه الى نقطه لكن ما فهمت لكن ممكن بالبوب سايت او بيبر بعدين اطلب منك ممكن اوضع. فاذا كان هنا انا ابغى انستيج في اي مرحله تعطونا ادفانتج ايش الفرق بالميزه هذا عن هذا. شكرا. ان شاء الله تستمتع بالمحاضره باذن الله واذا عندك اي استفسار بعد المحاضره يو ار ويلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باذن الله سوف نتحدث الان عن الطباعه ثلاثيه الابعاد استخداماتها في المجال الطبي وآلية سير العمل. دكتور الأستاذ أحمد نوبات تفضل تتكلم عن الطباعة ثلاثية الأبعاد. هي باختصار بسمى الطباعة بالإضافة أو بمعنى آخر هي تكوين مجسم ثلاثية الأبعاد بإضافة طبقة فوق طبقة للحصول على مجسم ثلاثية الأبعاد. في المجال الطبي الطباعة ثلاثية الأبعاد هي تحويل الصور ثنائية الأبعاد what we call 2D images إلى 3D model اللي هو المجسم ملموس. فهو تحويل الصور الرقمية إلى مجسم ملموس. على سبيل المثال هنا صورة أشعة رنين مغناطيسي لورم في الحوض. هذا الورم باستطاعتنا الآن تحويل الورم هذا من أشعة رنين مغناطيسي إلى مجسم ثلاثة الأبعاد. فهذا بيساعد كثير للجراحين. طبعا للحصول على المجسم نحتاج إلى أكثر من خطوة وهذا ما يسمى بالميديكال ورك فلو أو آلية سير العمل. آلية سير العمل في الطباعة ثلاثية الأبعاد هي تبدأ بالتصوير الطبي من ثم المعالجة
بعد التصوير ومن ثم الطباعة. سوف نتكلم عن كل خطوة بإذن الله. سوف أبدأ بالتكلم عن الطباعة بالتصوير الطبي. على سبيل المثال الطباعة من الصور والأشعة عادة تستخدم أشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي في أغلب الاستخدامات للطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي. هنا مثال على الطباعة هنا مثال على أشعة المقطعية في الجهة اليسرى، عن في الجهة اليمنى مثال لأشعة الرنين المغناطيسي. هذا النوعين من الأشعة يتميزان بإبراز خصائص الجسم، فيمكننا أن نميز العظم من العضل أو من الأورام أو الأمراض الأخرى. على سبيل المثال في الصورة اللي في الجهة اليسرى هي عبارة عن أشعة مقطعية لمريض عافاه الله من مرض في الحوض، المرض عامل تآكل للعظم، فبإمكاننا أن نحدد مكان الورم، بإمكاننا تمييز الورم من العظم. كذلك صورة الرنين المغناطيسي نفس الشيء بتبين العظم من الورم. جميع الصور في الأشعة دائما تخزن بصيغة الدايكوم فايل، فالدايكوم فايل هي الميجر فايل ذات تبين. طبعا زي ما ذكر الأستاذ أحمد جميع الطابعات لا تقبل الدايكوم فايل، نحتاج نحول الدايكوم فايل إلى STL فايل to be accepted by the printer. فهنا يجي دور الـ Imaging Post Processing. الـ Imaging Post Processing هو المعالجة بعد التصوير، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبارة عن Segmentation، وهو عبارة عن Segmentation وثم التصميم بالكمبيوتر. Segmentation هو عبارة عن فصل المنطقة المراد المراد الاهتمام بها. على سبيل المثال هنا ورم لمريض يعاني من ورم في أعلى الرئة اليسرى. هذا الورم قريب من الشرايين، قريب من القفص الصدري. فلما نعمل isolation أو segmentation نبدأ نحاول نفصل خصائص الورم، عن نميز خصائص الورم من خصائص الارتري أو الأوعية الدموية القريبة منه والجهاز القفص الصدري، فإمكاننا أن نفصل هذه ونحددها. كما تلاحظ هنا ممكن الورم وضعناه باللون الأصفر والأوعية الرئيسية وضعت باللون الأحمر، فإمكاننا أن نميز الأورام أو الأمراض عن الأشياء أو الأعضاء المهمة القريبة منها، وهذا ما يسمى بالسيجمنتيشن. نحتاج في السيجمنتيشن إلى سوفتوير. حالياً يوجد أكثر من سوفتوير موجود، في بعضها متاحة مجاناً أو بعضها تحتاج إلى اشتراك أو سبسكريبشن. هذا على سبيل المثال وليس للحصر، هنا أربعة أمثلة لسوفتوير تستخدم في السيجمنتيشن. بعد السيجمنتيشن نروح بمسألة الكمبيوتر ايدد ديزاين أو التصميم بمساعدة الكمبيوتر. خلاصة السيجمنتيشن أو خلاصة العزل المنطقة اللي نراد بها، هذه الصورة تمثل ونسميها البارت. لو نلاحظ أنه it's an irregular margin the part، نحتاج نعمل صم معالجة لهذه الصورة، فنقدر نعالجها بنسوي سموثينج أو رابينج أو نعمل أي ديزاين معين لنحصل على الصورة هذه بتكون مور سموث. فهذا فائدة الكمبيوتر ايدد ديزاين، هي معالجة الصور ومن ثم جنريت الـ STL فايل. الـ STL فايل عبارة عن Standard Tessellation Language، وهو بخلاصة أنه تكوين المجسم، أي مجسم ثلاثة الأبعاد، عن طريق تركيبة مثلثات. مجموعة تركيبة المثلثات تشكل الشكل النهائي للمجسم. هذا الشكل يحفظ طريقة التوجه حقه وموقعه خلال الطباعة. مثال بسيط، هذه عظمة الحوض، هو STL فايل لعظمة الحوض. لو بس قربنا الصورة بصورة أدق نلاحظ أنه الصورة عبارة عن المجسم عبارة عن مجموعة مثلثات صغيرة، وهذا ما يسمى الـ STL فايل.
بعد المعالجة الصور نتجه إلى الطباعة. الطباعة تتكلم عليها الأستاذ أحمد. حالياً الآن متعارف عليه سبعة أنواع من الطباعة أو سبعة تقنيات متاحة حالياً. كما ذكر الأستاذ أحمد المسألة دحين في تطور كبير، فممكن نلاحظ تقنيات جديدة بإذن الله في المستقبل القريب. باختصار الميديكال ورك فلو أو آلية سير العمل، نبدأ بالتصوير الطبي، بعدها نبدأ بفصل المنطقة المرادة أو الأريا أوف سيجمنتيشن، بعد السيجمنتيشن ويدو صم سوفت وير كادينج أو التصميم بالكمبيوتر ويجنريت ذا اس تي ال فايل، وبعدها نرسل الاس تي ال فايل للبرينتر وتقوم بعمل الطباعة للحصول على المجسم النهائي. تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي. So medical application 3D printing تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وأصبحت ثورة علمية في المجال الطبي. ممكن تقسيم الطباعة ثلاثية الأبعاد وفائدتها في المجال الطبي إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول هو تكوين مجسمات تشريحية مماثلة للأمراض، وهي تستخدم للتخطيط الطبي وللعلاج الجراحي ما قبل الجراحة. وممكن في القسم الثاني ممكن نعمل أدوات شخصية للمريض نفسه تستخدم داخل العمليات، أو تكوين مجسمات ممكن زراعتها داخل العملية للمريض نفسه. وفي الفئة الأخيرة هي عبارة عن التعليم الطبي. سوف أعطي بعض الأمثلة لكل قسم. على سبيل المثال في المجسمات المماثلة للاستخدام الطبي، واحد من أهم استخدامات أو أوائل استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد هي كانت في جراحة الوجه والفكين. أصبحت شيء من الأساس حالياً في جراحة الوجه والفكين في الجراحات المعقدة استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، لما تساعد الجراحين في معرفة تكوين العظم وكيفية الجراحة المناسبة لها. هذا مثال بسيط لمريض يعاني من تشوهات حلقية في الفكين والوجه، وبالتالي يساعد المجسم يساعد الأطباء على بناء عملية جراحية مناسبة للمريض. مثال آخر، المريض يعاني من تشوه حلقي في مفصل الفك وهو المسؤول عن قفل وفتح الفم، فالمريض يعاني من ألم مزمن وتشوهات في منطقة الفك، فهنا يساعد المريض أو يساعد الجراحين على عمل الجراحة المناسبة للمريض بالطباعة ثلاثية الأبعاد. من أهم أو فوائد الطباعة ثلاثية الأبعاد هي حفظ أو تقليل وقت العمليات، وأثبتت دراسات كثيرة على الشيء هذا. هذا مثال بسيط لتقليل وقت العملية داخل العملية. على سبيل المثال في هذه الحالة وجود المجسم ثلاثة الأبعاد يتيح للجراح استخدام الصفائح المعدنية وثني الصفائح المعدنية قبل العملية. في العادة يتم ثنيها داخل العمليات وهذا يأخذ وقت من وقت العملية، لكن بالاستطاعة الآن الجراح ثني المعدات الطبية أو الصفائح الطبية قبل العملية ومن ثم تعقيمها واستخدامها داخل الجراحة. هناك أمثلة كثيرة لجراحة القلب والأوعية. هذا مجسم لجراحة القلب للقلب، وبإمكاننا تمييز أي أمراض أو عيوب خلقية داخل القلب. الصورة على اليمين هي عبارة عن صورة مجسم أوعية للميجر أرتري إن ذا ترانك. هنا مثال بسيط لكيفية الاستفادة من الطباعة ثلاثية الأبعاد في التخطيط ما قبل العملية. هذا مجرى الرايت فنتريكل أوت فلو، هو مجرى القلب للجهة اليمنى. بإمكان الجراح أو الطبيب القلب أن بإمكانه أن يختار الحجم المناسب والشكل المناسب للدعامة
قبل الخضوع للعملية الرئيسية للمريض. أحد أهم تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الحاضر الآن هي في عمليات العظام والمفاصل. عمليات العظام والمفاصل من أكبر استخداماتها استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد. هذا مثال لورم داخل العظم. الورم غير ظاهر للطبيب في الجراح داخل العملية، من الخارج الورم غير ظاهر، لكن بالأشعة نستطيع تحديد مكان الورم، هو في الجهة اليسرى من المفصل الفخذ. فباستطاعتنا تمييز هذا بالطباعة ثلاثية الأبعاد بوضع العظم باللون الشفاف وإظهار الورم بلون مختلف آخر، وهذا يساعد الجراح على العملية. هذا مثال آخر لورم بجانب العمود الفقري. الورم داخل جزئيا للعمود الفقري وقريب جدا من الأوعية الرئيسية، فبإمكاننا تمييز هذا الشيء بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وبالتالي الفريق الطبي سوف يكون واعي تماما عن ما مدى انتشار الورم داخل العظم وكيفية علاجه. أحد أهم التطبيقات هو في تغيير المفاصل. عندما المريض يتم مراجعة المفصل لأكثر من مرة يحصل تشوهات كبيرة داخل المفصل، فكل ما كانت فيه عمليات سابقة كل ما يكون فيه صعوبة كبيرة للجراح. فهنا هذا المريض قد حصل أكثر من مرة عملية مراجعة لمفصل الفخذ، فالجراح نقدر نطبع له الطباع المجسم وبإمكانه قياس المفصل الصناعي وتركيبه قبل العملية المباشرة. أحد الاستخدامات اللي ذكرناها هو تكوين مجسمات أو أدوات صحية مخصصة للمريض. الأدوات الصحية تساعد الجراح على precise cutting، بإمكانه بالتمام يكون في المكان المناسب في القطع. وبالنسبة للبروسيس أو الإمبلانت هي عبارة عن لمل أي فراغ شاغر. على سبيل المثال إذا أخذ من استأصل جزء من العظم بإمكاننا نعمل ملء لهذا المكان بالشكل المناسب للمريض. هذا مثال لورم كبير بجانب العمود الفقري. الورم عامل تآكل لعظمة الفخذ، فبإمكاننا أن نعطي الجراح مجرد الطباعة ثلاثية المجسم الطباعة ثلاثية الأبعاد، لكن ممكن نكون خطوة للأمام وهي نعطيه اللي هو surgical guide أو أداة تستخدم لتحديد مكان القطع في العظم، ومن ثم بناء قطعة معدنية لملء الفراغ الشاغر بعد قطع العظم. هذه برضو أحد التطبيقات. يوجد صعوبة دائما في تغيير مفصل الكتف، وهو تحديد المنطقة المنتصفة في عظمة الكتف، فبإمكاننا أن نميز هذا الشيء ببناء أداة أو شيء بالطباعة ثلاثية الأبعاد من الصور الأشعة، ونحدد بالتمام مكان السنتر أوف سكابلا. هذا من أحد التطبيقات المهمة، وهو عبارة عن دعامة لمجرى الهواء. فالمريض يعاني من عيوب وظيفية في مجرى الهواء، وهو عبارة عن انكماش لمجرى الهواء وقت ما يأخذ المريض للنفس، فهذا يسبب انسداد لمجرى الهواء. فبإمكاننا عمل دعامة مخصصة للمريض بمواد طبية قابلة للذوبان حتى يكتمل نمو الوظيفي لمجرى الهواء. من أحد أهم التطبيقات هي تطبيقات المعدنية، وهي عبارة عن تطبيقات كبيرة حاليا في المجال الطبي. على اليسار هو مثال لقطعة معدنية مخصصة للمريض لملء فراغ شاغر في الجمجمة، بينما الصورة اللي في اليمين هي العمود للقفص الصدري للمريض.
في الأخير بعض التطبيقات اللي هي عبارة عن التعليم الطبي. التعليم الطبي فهي تفيد للمريض وهي مفيدة أيضا للمتدربين. للمريض فهي عبارة عن وصلة لقاء أو التقاء بين الطبيب وبين المريض، فتزيد وعي المريض عن مرضه وعن ما هو ما سيخضع له في الأيام المقبلة في الجراحة. أما للمتدربين فهي لها فائدة كبيرة، أنها فيها الاستغناء عن جثث التشريح، بإمكاننا أن نطبع بمجسمات ثلاثية الأبعاد لأمراض كثيرة، ونبين ما هي فوائد الأمراض، ما هي الأمراض، ما هي مضاعفاتها بالطباعة ثلاثية الأبعاد. هذا أحد الأمثلة للتدريب الطبي، هو عبارة عن مجسم قلبي وأوعية دموية لمريض، فالفريق الطبي يقوم بعملية تدريب فقط تحت الأشعة، وكأنه مريض حقيقي تحت الأشعة. فهذه أحد فائدة الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب. طبعا وجود الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب لها مجالات عديدة ولا يمكن حصرها، لكن بعض الأمثلة الحالية الحاصلة حالا هو طباعة جبس الكسور. في العادة الجبس يكون تكوينه دائما على المريض، لكن الآن بإمكاننا تكوين جبس خاص للمريض عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، إما استخدام الأشعة المقطعية وقت التشخيص أو استخدام سكانر معين بإمكاننا قياس حجم الكف وبناء مجسم للجبس. وزي ما انتم شايفين في الصور بتكون ممكن طباعتها بأكثر من لون، كمان ممكن طباعتها بحيث انها تكون تسمح للهواء بالدخول، وهذا يساعد على صحة الجلد. من احد اهم التطبيقات هي تطبيق البروسيسز، على سبيل المثال هنا الهاند بروسيسز او الاطراف الصناعية. الطباعة ثلاثية الأبعاد تحمل فائدة كبيرة في الأطراف الصناعية، بتقدم الطباعة ثلاثية الأبعاد بلو كوست اللي هو ثمن قليل، والتقنية تكون عالية جدا. في الأخير من أهم التطبيقات أو المستقبلية هي البايو برينتينج، وهي عبارة عن علم الأنسجة والطباعة ثلاثية الأبعاد، فهي هندسة الأنسجة مضافة إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد. بإمكاننا الآن استخداماتها في البحوث. البحوث الأولية أدت إلى الآن إلى طباعة جلد مقارب لجلد الإنسان. طبعا الهدف الأساسي في الطباعة ثلاثية الأبعاد أو البايو برينتينج هو طباعة أعضاء والاستغناء عن تبرع الأعضاء الرئيسية مثل الكبد أو الرئة أو الكلى. في الختام راح أشارككم بس مقطع فيديو هو عبارة عن فيدباك من الجراحين والمريض. هذه المريضة كانت تعاني من تليفات كبيرة داخل الرحم، كان الحل الأمثل لها هو استئصال الرحم، لكن حرصها على الإنجاب دفعها البحث عن رأي آخر. فلما توجهت المستشفى أتوا في كندا، الحمد لله استطعنا بطباعة مجسم ثلاثي الأبعاد يبين عدد التليفات وأماكن التليفات داخل الرحم، مما ساعد الجراح على العملية واستئصالها وبقاء الرحم. So the healthy tissue is the clear material, and then all the pink material is the fibroids. So working with our research team, as well as the 3D printing lab at the Ottawa Hospital, we figured out that there was an opportunity to be innovative and offer a patient who otherwise was offered only a hysterectomy, which is complete removal of the uterus, an alternative, a uterine sparing procedure where we remove the fibroids. And if you only have one fibroid or two
that's fine. I would probably do that surgery without too much difficulty. But when you've got close to 50 fibroids, and we want to make sure this uterus is able to carry a baby in the future or function normally, we need help. We need to plan our surgery. And in gynecology, women's health, this really hasn't been done before. So the final part of this whole exciting innovation is the opportunity to teach future surgeons how to do surgery. So it's great for patient care, but ultimately being able to help surgeons of our future understand anatomy, how to approach cases, is going to be part of the research program and hopefully the long-term goals of 3D printing as well as women's health. We showed it to her right before surgery and she was very excited. She was she saw it and really could understand why she needed this surgery, and then that Dr. Singh took the extra step to prepare for her surgery, so I think her confidence and his ability had increased. استغرقت هذه الحالة تقريبا يومين مني للعملاء، لكن الحمد لله أدت إلى نجاح العملية ولله الحمد. طبعا هذه بالصورة للمعامل طباعة ثلاثية الأبعاد في العمل، كانت مقدمة في جمعية الRCNA. الحمد لله كنت جزء من منظومة العمل في جامعة أتوا في مستشفى أتوا، وبإذن الله سوف نرى هذه الطباعة ثلاثية الأبعاد في مستشفياتنا بشكل كبير بإذن الله في جميع مستشفياتنا بصفة عامة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بصفة خاصة. أشكر لكم الاستماع، شكرا. Anyone has a question or a comment? Is more than one. Yes, please. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكركم على هذا المجهود. أبغى كم نسبة الموجود الآن من الموديل اللي بتسووها في المستشفيات؟ صرت إذا نسبة كم عملية الجلد؟ عملية. فأنت تتكلم بما أنا واصل حاليا جسم من كندا، كنت من شهرين. أتكلم على المستشفى اللي أنا في مستشفى التخصصي حاليا في صدد بناء معمل ثلاثي الأبعاد، بإذن الله حيكون فائدة المستشفى التخصصي ومنطقة الرياض كاملة بإذن الله. طيب أسأل عن هل هناك إمكانية لطباعة الأنسجة العضوية في الجسم تفيد الجراح؟ الجراح في وجود قرار، في وجود أي شيء، ممكن يعرف عن طريق الـ 3 dimension مثلاً؟ طبعاً أي مرض بإمكاننا عمله وتحويله من الصورة الأشعة إلى مجسم ثلاثة الأبعاد، فنستخدم عادة طباعة ثلاثية الأبعاد في الحالات المعقدة جداً. السؤال الأخير بالنسبة للأكيوراسي، الدقة كم؟ الدقة دائماً عالية، حالياً الدقة المتاحة في العمليات الجراحية هي مماثلة لدقة الأشعة، فهي أقل من 3 ملي، فهي جداً أكيوريت. لكن نتكلم على المجال الصناعي، الدقات دقة الطباعات مختلفة على حسب الطابع وحسب التقنية نفسها، فلا يمكن حصرها برقم محدد. لكن الاستخدامات الطبية الحالية من الأشعة هي مماثلة للأشعة نفسها. في عملية إيش؟ في الأدوية وفي عملية السيرجن من هذا القريب، هل هذه مجدية في عملية الناحية الأكمل؟ نعم، لأنه في كثير من الحالات حالياً في معظم المستشفيات الحالات المعقدة هي الحالات ترسل للطباعة ثلاثية الأبعاد خارج المملكة، وهي تكلف بتكلفة عالية، فبإمكاننا بناء معمل طباعة ثلاثية الأبعاد لحالات معقدة، أرجع أقول حالات معقدة جداً تحتاج لتدخلات جراحية الأكثر من فريق طبي. عفوا. الصورة مهم جدا، لكن في المقابل حتى تحصل على صورة دقيقة جدا
قد يأخذ وقت تصويرها وقت طويل جدا، وهذا قد لا يكون إفكتيف لعمليه مع عدد مرضى كبير. فلذلك الآن في فالآن الدراسات سواء كان في مجال الفيزياء أو التصوير الفيزيائي وكذلك مع الأطباء، إنه كيفية عمل التصوير بشكل دقة عالية جدا حتى يتم تصوير الأشياء الصغيرة جدا، لأن الريزوليشن يكون 3 ملليمتر في بعض الأجزاء صغيرة جدا قد لا تظهر. فبس في المقابل إذا تزيد الريزوليشن قد يزيد مثلا الدوز في حالات السي تي فور إكزامبل. فهذه الأمور بيتم عملها زي اوبتمايزيشن وورك فلو زي ما الدكتور وليد حكى، حتى نتأكد إن الإيمج كواليتي أوبتين بأفضل جودة ممكنة وبنفس الوقت تكون إفيشنت في الورك فلو كامل للكلينيكال ورك فلو. حتى السبيس هذا بيسوي ورم بعدين. كم؟ السبيس هذا الفراغ ممكن يسوي ورم للمريض. بالضبط. يسوي له ورم. بالضبط، عشان كذا في المقابل زي ما قال الدكتور وليد برضه إنه مش لكل المرضى هذا متوقع. يعني في الحالات الدقيقة جدا ما في مشكلة نقول والله لازم نزيد الريزوليوشن بشكل كبير لهذا المرض بشكل خاص حتى نتأكد إنه الإيمج كواليتي إز ذا بيست، حتى نقدر نطبع البرينتينج يكون برضه تو ذا بيست بوسبل كواليتي. اسمح لي بس أصحح معلومة، ليست الأشعة حاليا متاحة الآن هي سبب للأورام. فحتى لو زيادة الأشعة أو زيادة عدد طبقات في الأشعة لا تسبب الشيء الكثير من ناحية الإشعاعات أو الأورام. أنا حسب على سبيل المثال الحالة هذه. لا 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 مو فايبرويدز، على سبيل المثال. مثلا هذا الورم على سبيل المثال. أوكي. هذا ورم داخل العظم قريب جدا من المفصل. فبإمكان الجراح يبينه هل يستأصل المفصل كاملا أو بإمكانه يبقى البقاء على المفصل واستئصال الورم نفسه بحدوده معينة. فهنا نقدر نبينه وين حدود الورم بالتمام، فإمكانه يحاول محافظة على المفصل، وهذا الذي نعمل في الحالة هذه. تمت المحاولة المحافظة على المفصل، فعملنا الطباعة له بمادة الكلير الشفافة للعظم والورم بلون آخر، حتى لما يكون داخل العملية هو عارف أين المكان بالتمام العملية. على سبيل المثال الثاني من الأشياء المهمة، هذه الحالات انتشرت كذا. هذه الحالة حتى في انتشرت في طفلة في أمريكا أنقذت حياة المريضة. هذه عبارة عن لما الإنسان يأخذ أي تنفس مجرى الهواء، المفروض مجرى الهواء يتمدد. اللي يحصل في المرضى البيشنت اللي عندهم برونكوفاليشيا انقباض للمجرى الهواء وقت التنفس. فهنا عمل دعامة مخصصة للمريض، هذه شيء أدت إلى نقلة نوعية في المرضى هذول. فهذه الأشياء معقدة جدا، حالات مخصصة جدا لا تستخدم مثلا لحالات عامة، مثلا عملية زائدة لا يحتاجها الطبيب الجراح، في عمليات كثيرة لا يحتاجها. طبعا مجال الاسنان مجال كبير جدا فخارج عن تخصصي، فما حبيت جدا اتكلم فيه لانه خارج عن تخصصي. لكن مجال الاسنان من عام 2000 من الالفيه بداوا في الطباعه ثلاثيه الابعاد، ولهم تطبيقات كبيره في الاسنان. زي ما ذكرت البدايه بسبب الوقت قسم الثاني طبعا الورشه شلون تلت وشلون يوز اللي يقولون تلت هاو ذا برنتر وركس اند سم سامبلز بعض المودلز بعض الاشياء اللي اوريدي طلعناها نقولوا. بس لذكر هذا عندنا ان شاء الله ورشه زي ما ذكرت من قبل في فبراير، وحتكون فيها تفصيل كثير للدنتستري من الزملاء في الاسنان، حيكون لهم دور كبير وحيكون لهم ورشه عمليه ان شاء الله في هذا التاريخ ان شاء الله. طيب اذا ما في سؤال اخر اخير، اذا اخر سؤال ثم نتوجه الى الطاوله هذا تيجوا هنا بعد ان شاء الله. تفضل. نعم تفضل. التكنولوجي هذه we are using it for a good purpose like being from cyber security. How do you think from that different angle?
Do you think such technologies can be used for bad purposes? Is this something we are learning from cybersecurity? We are talking a lot about such technologies that can be abused. But let me hear from you as an expert on the other side, is this realistic or there is something that you are ممكن الطباعة ثلاثية الأبعاد تستخدم لأي شيء، فحسب الشخص المستخدم لها. ممكن لو تروح اليوتيوب، في واحد مشهور في اليوتيوب في أمريكا وكان له مشاكل كبيرة في أمريكا، كان يعمل مسدسات وأسلحة نارية عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد ويرسل الملفات بصفة عامة للعالم لأي أحد يطبع. فهي حسب الاستخدام، ما في أتوقع. هي إحنا في المجال الطبي نستخدمها في المجال الأفضل بإذن الله، لكن للمجالات الأخرى ممكن تستخدم في أي شيء ثاني. البايو طبعا هو المفروض انه لو تعمل اي بايو برينتينج المفروض تكون تحت منشاه صحيه كامله، فلو كان تحت منشاه صحيه كامله فهي المفروض انها تكون تحت حمايه المنشاه الصحيه نفسها. فهذا هذا الهدف، انه بناء معامل طباعه ثلاثيه الابعاد داخل المستشفى نفسها، بدل والاستغناء عن ارسال الحالات الصعبه او الاتكال على شركات خارجيه واستقبال الحالات منهم. ما حد يقدر يقول لا، ما حد يقدر. عشان كده زي ما قال دكتور وليد انه هذا لازم يكون جزء من المنشأة، هذه المنشأة تكون مراقبة بشكل تام فيما يتعلق بها، لانه ممكن استخدام هذا الموضوع، لكن ك لا في البيت مثلا اتوقع انه مستحيل. طيب بسبب الوقت ان شاء الله لنا ما زال عندنا فقط 20 دقيقة تقريبا، طيب اقل حتى 16 minutes، فلو تتكرموا تيجوا هنا على اساس تشوفوا البرنتر، هذا ديسك توب برنتر طبعا صغير مو مثل الكبيرات اللي نتكلم عنها الزملاء، وايضا عندنا الاشياء اوريدي هالفين برنت مثل فريديشن اونكولوجي والاشياء هذا. تفضل انا مجرب اتوقع الجهه الاخرى ايضا. طبعا هذا فانتوم زي فور ناتشورال بيشنت، هذا المريض زي ما تشوفين هذا العظم وهذا البلاستيك، طبعا البرنترز ما تطبع الا بالبلاستيك. نعم مو في بلاستيك، لكن احنا استخدمنا البرامج اللي هو الكاد سوفت وير لاكسكلودد البون، حذفنا البون من الاس تي ال فورمات، بعدين اضفنا اللي هو الماده شبيهه بالعظم اللي هو الجبسم. حتى احنا اللي بيهمنا في الراديشن ثيرابي شغله ايش اسمها، شغله اسمها الراديولوجيكال بروبرتيز اوف ذا فانتوم. الراديولوجيكال بروبرتيز مش بس فقط تو بي ووتر ايكوفالنت، برضه المريض في عنده عظم، فالاشعه لما تدخل سواء كان اشعه تصويريه او اشعه علاجيه نحتاج يكون الفانتوم برينتد اكزاكتلي هاز ذا سيم راديولوجيكال بروبرتيز از ذا اكتوال بيشنت. فهذه مثال. طبعا ان شاء الله الخطوه القادمه عندنا، عندنا ايضا في المستشفى من فصل تخصص عندنا ايضا باتنت فيما يتعلق ب 3 دي جل، ودكتور بلال ايضا مفتاح از ذا وان هو وان اوف ذا اوثر اوف ذس باتنت، از نعمل 3 دي جل. فهذا الفانتوم تخيلوه فارغ من الداخل ونضيف فيه جل، هذا الجل بقيس الاشعه بس مش 2D بقيسها 3D. فتخيلوا لما يجي مريض مثلا مريض حالته صعبه بين مثلا اوبتيك نيرفز اوبتيكاز من الاورجانز ات ريسك، هذول الورم جاي بالنص والله، فاحنا نتاكد الان هل فعلا المريض راح يتم علاجه بدقه في هذه الطريقه ولا لا. فمنضيف جل ومقدام نسوي فندق الاورجانز وبرضه بنحط داخله جل. هذا ان شاء الله باذن الله احنا سعينا ل بالضبط. احنا بعد طبعا لا والله اي ثينك اتس جود عشان التصوير. الجل الان في حسب نوع الجل نفسه، في نوع من انواع مثلا بيستخدم ليزر عشان يقرا الدوز منه، اوكي. بس الليزر شو مشكلته؟ الليزر مشكلته انه لو عندك إشي زي هيك عظم الليزر ما بيدخل خلاله، فلذلك في طريقه ثانيه اللي هي الرنين المغناطيسي. فالان بتحط الجل، انت بتكون عامل له كاليبريشن البيكسل فاليو او الفوكسل فاليو، عارفها بالام ار اي بدون اشعه كم قيمتها، ولما تعطيها شويه اشعه كم قيمتها فبتعمل كيرف. فافتر يو ايراديت
الورم بيكون ورم مكان معين بعدين في اورجانز ات ريسك حواليه مثلا. بعد ما تعمل الراديشن الجل نفسه بتغير تكوينه, فلما يجي تغير تكوينه بتغير الفوكسل تاعه, لما يتغير تاخذ ام ار صوره رنين مغناطيسي عشان تشوف بالضبط وين مكان الجل وين مكان الورم وين مكان الاورجانز. الان حسب اللون وحسب الام ار بنعرف بالضبط, بنحولها من صوره لدوز. ساعتها بنقول للدكاتره شوف انت اللي شفته يا دكتور في الكمبيوتر, اه والله في اختلاف, معناته في بعدل الدكتور يمكن في الكونتور تاعه في كذا, حتى نتاكد انه طبعا في العالم كله في الوقت الحالي بيستخدموا كله ووتر based slabs يعني عشان احنا نتاكد الاشعه, وطبعا هذا دقيق لكنه حاليا هذا البراكتس, لكن مش عملي انك تعمل لكل مريض شغله زي هيك لانه تاخذ وقت. يعني هذا مده طباعته تقريبا اخذت 37 ساعه تقريبا غير البوست بروسيسنج. طبعا هذا مطبوع في هاي الطابعه, يعني عشان اورجيكم انه هذا ديسكتوب برينتر كان دو ا جود ثينج, وهذا نفس الشيء, هذا بلاستيك وهذا اذا بدكم شوفوها طبعا يعني تقدروا شوفوا زي هيك على اساس تشوفوا المقاطع تاعتها. يا خلينا بس نشغل الطباعة وأساس بس. طبعا هذا نفسي زي ما انتم شايفين هذا فيلمنت, هذا الفيلمنت بيدخل فيه هنا هذا الاكسترودر هون, الاكسترودر هذا بالضبط هذا الحبر ممتاز حبر بالضبط, في ألوان كمان في ألوان أوكي. فالآن الآن بمجرد ما أجا هنا في شيء اسمه هوت إند بتم رفع درجة حرارة, زي ما انتم شايفين هون درجة الحرارة 215 أو 218 والتابل 70, تقدر تغير طبعا. ليش أنا اخترت هاي الأرقام؟ بيعتمد على الماتيريال, في ماتيريالز مثلا الاي بي اس هاي لازمك 230 مثلا درجة الحرارة وطالع عشان تعرف تعمل اكسترود بشكل جيد. وطبعا أحد النماذج اللي أنا I shared in the presentation حطيتها على الاس دي كارد هون, وطبعا بحدد إشي اسمه infill ratio. infill ratio اللي هو how solid القطعة بتم طباعتها. فإذا كان 100% بيكون 100% بلاستيك, يعني مية يعني كل خط بيكون جنب الخط مباشرة. بس إذا مثلا خليتها 20% بيكون في تقريبا 3 مليمتر سبيس بين الخط واللي جنبه, ما بيكون 100 بيكون أخف. فحسب هو حسب الابليكيشن اللي انت بتحتاجه حتى تحدد البرينتنج بارامترز. سمحت يا انت ذكرت خلينا من حضرتك في بودر تقدر تسوي لها عمليه انسهار. يس وين مكانها هنا؟ لا هذه غير, هذه نوع مختلف, هذا تقنيه نعم عرفت. يا طبعا انها نوعيه من هي, عشان كذا انا الاخ يعني انتقد شوي موضوع التوك. لا 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 والله بالعكس, انا بالنسبه انا بالنسبه لي النقد ايجابي بالعكس, انا والله مبسوط فيه جزاك الله خير. انا صدقني راح اجهزه وراح بقول لك تب الصراحه تفضل تقوله. يا مو موجود في مكان ما استعلم من عندك. صحيح الله يجزاك خير الله يبارك. لو بالعكس انا يعني راح اقعد معك حتى تقول لي بالضبط, انه ضروري انه الناس تفهم, انت ما فهمت مشكلتي انا سامحنا بالله. فالهدف شو؟ ليش وصلت الان؟ لا ما هي بتبقى انت عارف التقنيه بتبقى سريه شوي, سريه وبعدين تطلع تخش على ما يسمى ما تبقى برايفت سيكتور, ما تبقى انجليزي برايفت سيكتور. تبدا طبعا من 10 سنين طلعوا العلن. نعم من 10 سنين طلعوا العلن صارت عامه. لا لا اكثر طبعا احنا بنطلع كوست, هي بتطلع غير الموبايل. الموبايل ده ما بكتشف ان غير ان هقول لك على حاجه, في ساعات استخدام بتستخدم استخدامات وتتغير الاستخدامات دي, يعني ما كانتش للطب دي, ما كانتش موجوده, كانت لحاجات تانية. الصناعه موجوده مستخدمه من 1984 بدا بس 3D برينتر اول تكنولوجيا الناس ما كنا نسمع عنها. بعدين بدات هو نفسها براءه الاختراع كانت حكر على بعض الشركات, لكن مع الالفيه براءة الاختراع انتهت اكثرها ملكيه, فبدات الشركات الناس بتروح تتعالج بامريكا عشان بعض التقنيه بتزبط عليها. التقنيه بتبقى حاليا التقنيه بتبقى مكلفه جدا. هذا الكلام اللي احنا نقول لين الناس تبقى بروفيشنال هناك يروحون بعض القدم عشان هذا السبب. عندهم تقنيه عاليه ما بيطلعوا لها بس الحمد لله بتبقى مكلفه جدا. انت مثلا تروح المستشفى الحمد لله الحين الجيل الجديد حقيقه بغض النظر عن كل شيء, انا في المستشفى العسكري هناك سويت مني سيرجري وهذا الاشياء وحتى في الاسنان مسويها حقيقه. جامل الجيل الجديد الان السفراء للناس اللي يتبرروا الخبرات اللي بقى والله صراحة عندنا كواليتي حقيقة. والله إني كل بعد ما أخلص أي علاج إني أحمد الله صلي ركعتين أقول الزهر الله خير. صحيح والله العظيم في جمال تقنية عالية الآن الحمد لله مثال الدكتور هذا واجب سميه الفورس اندستريال تكنولوجيز
البلندنج ممكن حاليا في العصر في المجالات الصناعيه اصبح. فالان طبعا ايش الان احنا حاطين السائل نموذج في الاس دي كارد اوكي. فالان انا بعد ما عملنا النموذج وجهزناه الان بدنا نطبعه. فالان برنت فروم اس دي كارد مو ضروري تكون حتى مشبوكه في لابتوب. نعمل نحدد ايش هو الاس دي ايش الفايل اللي بدنا اياه. هذا هو اوكي. الان الطابعه تنتظر لغايه ما يصير التمبريتشر للبد وللهوت اند تكون مكافئه تماما للموديل اللي احنا عملناه اوكي. فالان بتعمل زي اوتو كاليبريشن حتى تتاكد انه التيب اوف ذا نوزل هذا اللي بيطلع منه البلاستيك بيكون تقريبا على نفس ليفل البد اوكي اللي هو النوزل هذا. ليش؟ لانه اذا كان مش بالضبط متناسق نوت كاليبريت بصير يطبع وين؟ في الهواء صح ولا لا؟ فالان الهدف هاي تعمل اوتو كاليبريشن في التسع مناطق حتى تبدا الان اوكي. مبرمجة هي لا هي مبرمجة. شوف هون مثلا قلنا الان مثلا failed for some reason هذا. لا بسم الله دقيقة عشان ما تخرج برا لازم في توقيت. يا دقيقة بسم الله هو الحسد لازم حتى ميلان القاعدة ما يكون في ميلان القاعدة. هذه فايدة الكاليبريشن اصلا. Yeah, well, no, you have to bring in the other. I think it's good enough. I think this could be. It's fine. Just here. لأنه الطباعة راح تكون هون. أنا جربتها لأنه في البيت بس لأن لما تيجي مكان ثاني you need to recalibrate. بس إن شاء الله خير إن شاء الله. بس. لا الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعطيك العافية. والله احنا قدر المستطاع يعني كان شو انتل. فان شاء الله والمؤتمر القادم ان شاء الله في فبراير راح يكون في باذن الله وقتها اللاب بكون كامل جاهز ان شاء الله. فبتشرفونا كلكم اكيد في المؤتمر. بسم الله. هذه احمد طبعها انت الاسباب وتاخذوا منها نسخه. هي زي يعني كي تشين. هذا ميداليات. هذه ميداليات. ها ميدالية. بسم الله. هي كانها فوندا. انا بنات في سفره. بس ما ميداليات ازرق. هذا ما دخلنا بالشغل. ما دخلنا بالبعض. الساخن امس النصر. انا مشاكل. بسم الله. خلي يستمتع. بسم الله. هذا عمود فقري ورمزي. هذا أي أنا طبعا آخر فقرتين. تعمل كده. أيوة. يقول لي صديقي نفس الشيء راح يتعالج ما ضبط معه ولا يحلس. لا في مجال توصلها ممكن توصلها حسب. لا في حتى واي فاي في منها واي فاي بالضبط. بس هاي لا هذه لا يعني هي تعتبر ديسكو بسيطه تعتبر فهمت. يعني هاي احنا جبناها جاست فور شو اند تيل بس عشان تورجيكم الشغله عرفت. انا طبعت في البيت شغله وزبطت بس مرات في الديمونستريشن للاسف. ان شاء الله تزبط. بسم الله. ما تحركها يا دقيقه شوي. انا ودي اسال عن الحمد لله تمام. يا بسم الله. اوبس بسم الله. ممتاز باذن الله. خلاص البكره كويسه. يا ما عليك. لا هي لازم تشد. هي مثبتها بس اهم شيء. هاي يا هاي زي ما انتم شايفين عفوا هاي زي ما انتم شايفين الان بتبدا لاير باي لاير. بتبدا اول شيء من السطح الخارجي. في شركات جدا متقدمه تبع ثلاثيه الاحجار من القاعده ولا من القمه اللي براي انت لو قلبت النموذج بصير من القاعده. بس هي من الافضل القاعده ان تطلع. بس في برنترز بيكون العكس. بيكون التيبل هيك وبتبدا من بعدين تطلع زي هيك عرفت. بس هذا الاف دي ام عاده تبدا من تحت تطلع فوق. بس التقنيات الثانيه زي اس ال اي في بعض البيدز تنزل لتحت وفي بعض البيدز تطلع لفوق. ايوه بالضبط. يعني فشايفين كيف الان
طبعا هذا نموذج عبارة عن ني. احنا طبعا عشان to show you بس عملناها صغيرة، لكن هذه حجمها الأصلي تقريبا 28 سنتيمتر، فزي هيك، فهي مسافة كبيرة عشان انتم صعب انكم تفهموا الموضوع، احنا صغرناها كثير. لا ممكن ممكن تطبعها تقص شوي بال 3D model بالضبط، لكن هاي انا بالنسبه لي حطيتها just for the sake of proof of concept عشان بس تفهموا كيف الطابعه بتبدا شوي شوي وبتطلع لفوق. هو كم لون ياخذ؟ طبعا هذا البرينتر ممكن تاخذ كان برينت اب تو 4 كلرز اوكي، لكن طبعا في اللي بريحك انت حط، المفروض تشوف هنا في اثنين بس انت المفروض تحط اربعه، فانت بعدين في الاخر ايش مجرب بالموديلنج او السيجمنتيشن اللي انت بتعمله بالسوفت وير بتحدد انه هذا الموديل جزء منه هذا بدياب بالاحمر هذا بالاصفر هذا، بس بقيه الطابعات لا، بقيه الطابعات اقل، بقيه الطابعات يمكن 1 كلر اور 2 كلرز، وبيكون بدل ما انت شايف 1 نوزل بيكون في 2 نوزلز، بس هذه 1 نوزل لكن تقدر تطبع باربع الوان زي ما انتم شايفين، هذول ثلاثه وفي واحد رابع هون كمان، فكل ما بدها تغير اللون هذا بتبعد، لا بتبعد شوي بتطلع هذا بتدخل واحد ثاني وبعدين اكسترود اوتوماتيك بالضبط، بس هذا كله لازم يتم يعني تنسيقه بالبرنامج نفسه وسهل الموضوع. يعني كم الثمن هذه؟ هذه تقريبا بحدود 1000 دولار تقريبا. طبعا عندنا غير برينترز ب مليون تصل الى كم تقريبا 4 مليون حقول بالميتاليك ميتاليك تقريبا 10 مليون يا بالضبط حسب الابلكيشن. ايوه بالضبط حسب، لو اتوقع اغلى اغلى كمان اقوى في منها اغلى يا يس. طبعا انا راح ابعث لك، انت اعطيني رقم الواتساب ابعث لكم ان شاء الله في زي عاملين دعوه لكل اهل الرياض يروحوا يشوفوا الموضوع هذا من وقت من الساعه 2 للساعه 5 اتوقع، بتروح بتشوف بنفسك بعطيك ان شاء الله التفاصيل تاعتها. فزي ما انتم شايفين هذا يعني عظم لمريض اوكي رايت فيت. الان احنا لما اجينا بدنا نعمل تصميم سلايسنج هذا بالهواء صح ولا لا؟ هذا الرجل بالهواء بتكون مظبوط ولا لا؟ بس البرينتر ما بيقدر يطبع بالهواء، لانه طبع بالهواء بيصير كل ما في شيء يثبت عليه، فهذا اسمه بيلد فوليوم. شايفين هذا اسمه بيلد فوليوم، فالبيلد فوليوم هذا بيبني 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 حتى لما يجي يبدا يبني هذه القطعه يكون في تحتها سبورت ستراكشر، السبورت ستراكشر هذا بوقف عليه وبيبدا يبني البقيه. طبعا انا تركتها مثل ما هي حتى انتم تشوفوا كيف انه لو كان الشكل شويه بالهواء كيف انه السبورت ستراكشر بيقدر يدعم هذه الشغله. طبعا تقنيات ثانيه زي الاس ال اس مثلا في ايجابيتها انه ما بتحتاج سبورت ستراكشر لانه كله موجود باودر، ما بتحتاج مثلا سبورت ستراكشر، لكن الاس ال اي مثلا تحتاج لكن برضه بكميات بصير في برضه اوبتمايزنج بتشيلها بالضبط، ممكن تشيلها يعني انا بزي بوست بروسيسنج. طبعا هذا النايس موديل هذا بورجي جبت لكم اياه حتى اورجيكم انه مش دائما ثينكس جوز رايت اوكي، مرات في اشياء تطلع خربانه. فاي بعد ما انا في البدايه لما بديت اطبعها قلت ايه ليش في سبورت ستراكشر هون ما في شيء فوقه، بس ايش اللي صار شكله الطابعه وهي بتطبع شكله دعمت بشيء تغير الكاليبريشن سكيل تاعها فصارت تطبع كل شيء لورا، لكن ستيل اتس نوت ذات باد يعني لغايه الان مش باد. ممكن دكتور بعد ما تخلص يناقش عمليه الريزلت حقتك بعدد العظم مثلا بايش عفوا دكتور مثلا تستخدم الموديل هذا تحديد قريب نعم. قريب عارف ان القدم فيها عدد من العظم كذا وكذا نعم. ممكن يناقشك فيها يقول لك انا ناقش ولا لا؟ هو طبعا هو بيطلع على الايمجين كمان فبيشوف برضه كايمج ايش سلبياتها ايجابياتها. هو عدد العظم حتى الكواليتي ايه كواليتي يس يس الديتيلز يعني انا ما هي مساله نوصل بس هذا طيب انا بعرف كيف هذا العظم غدنا. انت تعرف الان لما تنزلوا العاب الرياضه تكون فيها الاعصاب تتضح هنا ولا ما تتضح؟ حسب الشيء اللي انت تبغاه حسب الطباعة ايش اللي ما قلنا سيجمنتيشن او العزل على الحبيب كان الاعصاب واضحه انت تتكلم على الاشعه النورونيه كل شيء واضح الشيء اللي انا ابغاه واللي يهمني فيري جود كويستشن السؤال ممتاز جدا لانه قد يكون النموذج صعب الورم قريب من صعب عمله وقد يكون من الطباعه الآن حتى السوفت وير لما تيجي تجهز الموديل أنا قلت تو بريبير فور بن تجهز الموديل للطباعة هذا في له صعوبة
لكن موديل زي هذا بسيط ما يحتاج شيء، عرفت علي كيف؟ فالآن بمجرد ما بدأ قد المشكلة اللي قد تصير اللي قد صارت أتوقع إنه لما أجا هذا الهيد بده يرجع بمجرد ما شاف إشي بيعيق حركته وقف، لما وقف غير الكاليبريشن تاعه، فهي هاي المشكلة اللي صارت. فلذلك زي ما شاف كل شوي شفتت باك وخرب، هو مش خربان كثير يعني، احنا ما زال هذا زي ما هو اوكي، لكن هذا شوي اختلف وهذا كله شفة، لانه البيلد فوليوم ما بيتم بناءه غير لما يطلع فوق. ايه ده ايش فيه فوق؟ لا لا خلاص، انا this is just for a proof of concept. اللي حاب يضل يضل، اللي حابب عندكم التزامات ثانيه ممكن تروح، بس هيك اذا حابين يعني قربوا شوي وشوفوا. شوفوا هنا الانفل، ايش اسمه الانفل ريشيو، اللي هو احنا عشان نورجيكم الموضوع سريع شوي بدنا نورجيكم كيف الانفل ريشيو كيف ممكن يكون مش 100% جنب بعض اللايرز هذول، عرفتوا؟ باوقات بتكون سريعه باوقات بتكون لا بطيئه. هي كامل المية هالقد حجمها تقريبا، تاخذ تقريبا مده ساعه، فاتوقع لو كمان 10 دقائق راح تبدا تشوفوا اشي طالع. وهذا طبعا بالضبط هاي البرسنتج لا ما بتخلص، هي 9%، يعني لو استنيت لك كمان 30 لغايه 30% بتشوف على الاقل اشي طالع انه واضح يعني. طبعا اجان اذا حدا عنده اي التزام ممكن يترك، لكن اللي حاب يضل مستمر احنا موجودين يعني. لا خلاص احنا قاعدين من قبل والله الكرت ما معي ناسي للاسف، بس بدكم اعطي الايميل. لا لا مستشفى الملك فيصل تخصص يعني، او مستشفى الملك فيصل تخصص. هل ممكن يدخل ضمن التعليم في الجامعه؟ طبعا 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 طبعا. الان موجود داخل السعوديه ولا ما؟ مو 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 بادين الان شويه، فاتوقع انتم ك يعني لاحظت من معظم الناس اللي حاضرين معظمهم من حاضرين المسجلين بالمجال التعليمي. فضروري جدا انا اتوقع انه فيما يتعلق في الهندسه، فيما يتعلق كمان اساليب التعليم والتدريس، طابعه زي هذه او اغلى شوي بتكون جدا مفيده حتى تبدو تعمل نماذج للمدارس ممكن. المدارس موجود بس العدد قليل. مثلا الان بالرياض الحاله 20 بس يس كل مدرسة ثلاث طلاب. ما شاء الله. بس يا يس يس مو حسب مو حسب حسب الهدف حسب الهدف يعني. الآن في مجال التعليم ما تحتاج تكون ريلي بروفيشنال، لأنه كل ما زاد الليفل اللي أنت بتستخدمي الدقة المطلوبة كل ما زاد اللي هو الثمن الطابع. يعني عادة في المدارس في معظم حتى مدارس أمريكا بتلاقي طابعات يسمونهم ديسكتوب برينترز. ديسكتوب برينترز تراوح سعرها من $1,000 لغاية $3,000 $4,000 ماكسيمو، ما بتلاقي شيء أغلى من هيك. لكن كمدرسة ليش تجيب طابعة غالية زي اللي بدنا نجيبها للتخصص؟ إنه إحنا محتاجين دقة عالية في الموضوع. عرفتي؟ يا تمام. هي في اظن حاليا في مجموعه من الشركات هذول الشركات بادين الطباعه ثلاثيه الابعاد، هذول الشركات بيقدموا خدمات طباعه ثلاثيه الابعاد. في شركات بدت في هذا الجانب، في شركه اسمها 3D IT اوكي. هذول شباب سعوديين متميزين جدا ودكاتره معظمهم متخصصين في طباعه ثلاثيه الابعاد اتوقع. هذول شكير والله انا عارف انا مدربوها فيها منتج سعودي الان يمكن والله يمكن انا اللي بعرف الشركه اسمها 3D مجموعه عندهم من جده هم ايوه من جده اتوقع هم يمكن لا لا هم اللي اجوا قال تكلموا معاي هم من جده اسم الشركه 3D IT لا احنا شخصيا وي بيلد ايفرثينج فروم سكراتش احنا من نفسنا لانه هذه خدمه مكلفه يعني اذا احنا بدنا نروح لشركه نقول لهم تعالوا والله كذا بصير يقول تعال كونسلتيشن حقنا حق فلوس وهم ما بيكونوا متخصصين زينا زي الاطباء عرفتوا علي انتم فذاك احنا محتاجين احنا كمتخصصين نكون احنا فاهمين في هذا المجال حتى انه احنا نعمل ورشات عمل مجانيه كذا ما الرسوم زي تقريبا مجانيه للورشات العمل طباعه ثلاثيه الابعاد فاوبن فور ايفري ون تقريبا تو ليرن لا هو الملك
فيصل تدعم يس يا يا بالضبط بالضبط. واهم شيء اهم شيء الواحد يقنع الاداره انه المشروع مهم. فانا الحمد لله اي ستارتد ب 2016 تقريبا ابدا اقنع الاداره انه والله احنا محتاجين فاسيليتي تكون بهذا الكبر. فاقنعهم بفضل الله وجبنا جود بادجت بفضل الله على الموضوع. فراح نبدا ان شاء الله في البلاستيك وبعدين ننتجه للميتاليك وبعدين البايو برينتينج ان شاء الله. فخلال اتوقع 3 سنوات راح التخصص يكون الجزء الوحيد في العالم اللي عنده 3 تكنولوجيز في تحت سقف واحد ان شاء الله. ان شاء الله في الملك فيصل. انا مستشفى الملك فيصل. انا بقسم العلاج الاشعاعي فيزكس فيزكس. انا فيزكس يا فيزكس يا الله يعافيك ميديكال فيزكس انا يا صحيح. معلش لا لا هذا هذا لا هذا طبعا انا هذا عشان تشوفوا اه بالضبط عشان تشوفوا ايوه ممتاز. والله اذا بدك خذها خذها بس يا اوكي. هو لا طبعا انطبعت هذه كيف انطبعت يعني بطريقه هاي انت بتشوف كيف هاي انطبعت بالهواء بس لما اجى هون صار يعمل بيلد 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 سبورت ستراكشر اه سبورت صار يعمل سبورت زي هذا زي زي هذا زي هذا بس صار يعمل هون. فانا لما هذه طلعتها من الطابعه كانت عباره عن مكعب مصمت يعني مكعب بعدين انت انت بعدين انا شلت هذا من جوا وصارت هيك لانه هذا شلته يدويا يعني اه في زي هاي زي زي هذول مش 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 طلعت بالشكل لا 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 هي ترى يعني هي مش مستحيل هي شوف هي مش مستحيل تطلع بهالشكل اه حسب المتيرة حسب في شغلات ثانيه يعني وحسب برضه التكنولوجي. لكن هذه انا عشان اطبعها تنطبع يعني ها اظن يمكن تاخذ 3 ساعات تقريبا 3 ساعات. هاي المنطقه اللي هي الاير هاي هواء هاي هواء هاي ما بقدر يطبع بالهواء هو. فبتيجي انت بتحكي في بالسوفت وير ايش اسمه سبورت ستراكشر فبيبدا اه بالضبط السبورت ستراكشر بيبدا يطلع لك بيبدا اه بالضبط الفراغات حتى تقدر انت لما تيجي تشيله تشيل السبورت وتخلي هذا عرفت؟ مش فاهمها تعال تفهمك تعال في انا فكري انه المفرغات هذه لازم اوتوماتيكيا تطلع مش اه بس احكي لك شغله لا لا تطلع بقول لك حسب التكنولوجي حسب التكنولوجي بالضبط في تكنولوجي بتعطيني هي بدون بالضبط طبعا طبعا 100% لانه طلع لانه شوفي بس برضه بقيه التكنولوجيز السبورت ستراكشر هذا بيكون جزء منه سوليوبل يعني قابل للذوبان في المي السخنه. الفاء هذا بتحطه زي ما هو في المي السخنه كل هذا بيدوب بيطلعه زي ما هو بيرفكت فحسب التكنولوجي اه فهمت علي انت حسب التكنولوجي.